السلام عليكم. طلابنا الفصل الثالث اللي نبدأ به في هذه المحاضرة هو يتعلق بالبارتكل سايز أناليسيس، تحليل الحبيب للتربة. ايش نقصد بالتحليل الحبيب للتربة او نفتهمه اكثر؟ فنجي عن نفتهم الجرين اور بارتكل سايز ديستريبيوشن، توزيع الحبيب للتربة. بارتكل سايز ديستريبيوشن، توزيع الحبيب للتربة. ايش نقصد به؟ Is the gradation of soil composition depending on their particle size. إذا يعبر عن التدرج الحبيبي أو تدرج التركيب الحبيبي للتربة اللي يعتمد على قياس أو حجم الحبيبة. نعم. The type of gradation process depending on type of soil. نوع التدرج هذا أو كيف يطلع التدرج، شكله طبيعته يعتمد على نوع التربة، طبيعة التربة، ايش تحتوي التربة؟ تحتوي القياسات الأربعة اللي هو جرافل الجرافل اند ساند اند سيلت كلي، أو تحتوي على ثلاثة فقط، ساند والسيلت كلي، أو فقط بس اثنين السيلت كلي. هذا هو ما يعبر عنه. طبعا هنا تعرفون انه التدرج الحبيبي يبدا من الخشب اللي هو عندنا احنا الجرافل الى انعم شيء اللي هو الكلي، واللي هو ذا سويل از كلاسيفايد، وتصنف هذه التر سويل از كلاسيفايد انتو فور فراكشن، تصنف الى اربع اجزاء حسب نظامين اكوردنج تو سويل يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن، نظام التصنيف الموحد يرمز له يو اس تي او سيستم او نظام اشتو سيستم. نعم، اللي احنا الاول نستخدمه للاعمال الترابيه، يعني في الاعمال في عندنا في السوي الميكانيك يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن يو اس تي، اما اشتو غالبا يستخدموا لاعمال الطرق. نعم، اعمال الطرق. نعم، هنا شوف لاحظ اولادي نظام الموحد يو اس تي سيستم يعتبر الجرافل كل ما تكون للحبيبات اللي هي تكون محصوره بين 8 ملم و 4.75 ملم، والساند يكون الحبيبات محصوره بين 4.75 ملم و 0.075 ملم، والسلت يكون خليط يعتبر ويا مع الكلي كل ما هو انعم من 0.075 ملم. بينما اشتو سيستم لا، يعتبر الحصى كل ما هو اكثر حبيبات اخشن من 2 ملم، 2 وفوق يعني واكبر تكون حجمها، السان محصور بين 2 ملم و 75 بالالف ملم. وهنا يقسم التربه الناعمه اللي هي السيلفس الكلي الان عن طريق الفاصل بيناتهم والاثنين بالالف ملم، يفصل بين السلك بين الغليان والطين. طبعا نشوف البارتيكل سايز بالمليمتر. نعم، طبعا نامت ملاحظه اولادنا انه تعرفون المليمتر يعادل 1000 مايكرون، يعني نام نقول 2 بال 1000 مليمتر يعني 2 مايكرون. نعم، طبعا هنالك مواصفات اخرى وانظمه اخرى يعني تقسم التربه الى قياسات ربما بها اختلاف بسيط، هذه بين في الصفحه الجايه. Another system shown in table في النكست بيج في الصفحه الجايه. طبعا التوزيع الحبيبي للتربه يتم عن طريق اجراء تجربتين. التجربه الاولى العفو there are two main tests used for particle size analysis of soil. التجربه الاولى هي السيف اناليسيس تيست، تجربه التحليل الحبيبي عن طريق الغربله، بطريقه الغربله استخدام مجموعه الغرابل مثل ما راح نشوفها. نعم، used for coarse grain soil، عاده تستخدم التربه الخشنه اللي هي عاده تنضم الحصى والرمل يعني ريفرنس. اما الهايدروميتر اناليسيس تيست، تجربه الهايدروميتر يوز فور فاين جرين سويل، هاي تجربه محلول من تربه او نسوي محلول للتربه الناعمه، تخلينا نعمل لها محلول ونخلطها مع الماء المقطر ونضيف لها ماده مشتته حتى تفتت التربه وندير لها عمليه ان شاء الله نعطيك فكره عليها، والتجربتين طبعا راح نزيها بالمختبر. نعم، شوف هنا هذا الجدول اللي ينطيك مختلف الانظمه او المواصفات لتقسيم التربه للاجزاء الاربعه الرئيسيه. نعم، من ضمنها النظام اللي احنا نعتمد عليه. شوف هنا سيف اناليسيس تيست
تجربة تحليل حب بطريقة الغربلة، لاحظ أولادي هاي مجموعة الغرابيل، طبعا يبدأ بأخشن غربال أو الغربال بالفتحة الكبيرة بالأعلى، ويقل كل ما تنزل الفتحات تقل حجمها كل ما نزل أسفل. شوفها هاي العينة تتوضع، شوفها مجموعة الغرابيل، أخشن شيء الأعلى وأنعم، يعني أخشن فتحة للغربال بالأعلى وتنزل تكون أنعم فتحة وأصغر فتحة للأسفل، وتحتها يكون صحن الاستلام مو غربال نسميه بان. وطبعا توضع مجموعة الغرابيل قياسية أيضا من قياسات أو مواصفة معينة على جهاز غربلة نسميه سيف شيكر، يغربلها عن طريق السيفنج الغربلة يعني ابتزاز، ويغربلها مثلا هذه في هذه العينة معينة غير هذه بالصورة. نعم شوف هذه العينة استخدم أربع غرابيل، شوف الغربال الأول هذا اللي بقى عليه بعد الغربلة، بعد ما الغربلة هذا الغربال الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا على الخامس، هذه بقت بعد عملية الغربلة. وعادة عمل الغربلة يتم ضمن وزن العفو ضمن فترة زمنية محددة، ضمن واحدة من المواصفات تقول 10 دقائق، يعني هذه 10 دقائق تغربل على السيف شيكر وتوقفها وتفصل بها الطريقة هذه. هنا أولادي نتيجة عملية الغربلة حتنفصل حبيبات على الغرابيل بمجموعها، الغربال الأول مثلا في هذا المثال تم استخدامها مجموعة الغرابيل، أول غربال هذا رقمه سيف نمبر، هذا الدايميتر مرات يعطون قطر الحبيبة وقطر الغربال اللي هو قياس، يعني تسمية مجازية الحجم أو القطر تسمية مجازية هو قياس بالمليمتر، فأكبر قياس أو أكبر غربال بقياس 4.75 ملم، اللي بعده 2 ملم، اللي بعده بوينت نعم اللي بعده بوينت 84 والبعدة 0.42 وهكذا، أصغر واحد 0.75 ملم وبعدين يجي البان. هنا أولادي شوف بعد عملية الغربلة الويترتين الوزن المتبقي على كل غربال، غربال الأول اللي هو نعم غربال الأول اللي بقى عليه تربة ما عبرت منه W1، غربال الثاني W2، غربال الثالث بقى عليه W3، نعم الرابع W4 وهكذا. شوف هنا أولادي الأكيوموليتيف ويت ريتين الوزن المتراكم المتبقي، الغربال الأول نفسه اللي بقى هو W1، نعم الغربال الأول اللي هو W1، نعم غربال الثاني يصير W1 زائد W2، ليش؟ لأنه الغربال الأول بقى عليه W1، الغربال الثاني بقى W2، فW2 الغربال أنعم من الفوقاء، فمن يبقى على الغربال الثاني أكيد هو بقى الغربال العفو الأول آسفاني، من بقى عليه W1 هو أخشن من الثاني، فمن بقى على الغربال الأول W1 هو نفسه اللي حيبقى على الغربال الثاني W2، وبالتالي المتبقي على الغربال الثاني حيكون W1 مال الأول زائد W2 مال الثاني، وهكذا الغربال الثالث حيكون عليه المتبقي أو المتراكم W1 زائد W2 زائد W3. نجي على العمود الآخر هو الويت باسنج الوزن العابر، الوزن العابر، الوزن العابر وش ده حيصير؟ حيصير الوزن العينة التوتال ويت مطروح منه ما موجود بالعمود القبلة، إذن إذا هو بقى W1 إذن العابر إيش ده حيقول؟ وزن العينة W توتال ناقص W1، هذا بالنسبة للصف الأول أو للغربال، الغربال الثاني W total ناقصا W1 و W2 اثنيناتهم مجموعهم، وهكذا طبعا هذا راح يكون الويت باسنج الوزن العابر. النسبة المئوية العابرة اللي هو الناتج هذا البي اللي هو الناتج مال العمود هذا نعم على وزن العينة W total في 100 في 100 تطلع النسبة المئوية، هذا الـ percentage passing النسبة المئوية العابرة. في استثمار هذه النتائج نحتاج العمود الأخير اللي هو percentage passing النسبة المئوية العابرة وقياس الحبيبة أو قطر الحبيبة اللي هو بالمليمتر، حتى نروح نشوف
قبل ما نروح شلون نرسم العلاقه البيانيه او شلون نمثل هذا النتيجه مال التجربه، التربه الناعمه تتم عن طريق جهاز بسيط او اله بسيطه الهايدروميتر او سيدمنتيشن اناليسيس، طريقه الترسيب باستخدام اله يسمونها هايدروميتر، مثل الاله اللي يقيسون بها بالضبط كثافه الحليب في 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 الحقول والنزارع. نعم هذه هنا أنا محلول التربه ناعمه، نعم يخلونها ماده مشيتتها، فهذه الاله اللي هي تقيس فد رقم معين يعبر عن نسبه الترسيب. شوف هنا هاي الحبيبه تترسب بالتدريج، وطبعا الخطوات لحن نفتهمها بالمختبر ان شاء الله بتفصيلها. نعم المهم التجربتين، نعم هذه التجربتين الاولى والثانيه، تجربه الغربله وتجربه تحليل الحبيبه، اثنينهم نحتاجهم في فهم او تمثيل توزيع الحبيبه للتربه. طبعا هذه العمليه هذه مثل ما قلنا بروسيتو كومبليت بارتكل سايدنس اوف فاين سويل ان ذا باسابل. فاذا الطريقه الثانيه والتجربه الثانيه للتربه الناعمه، اما الغربله للتربه الخشنه الحبيبات. من التجربتين راح نروح كيف نرسم جريدنج سايز سوليوشن كيرف، منحنى توزيع الحبيبي او نسميه جريدنج كيرف. طبعا راح نخلي النسبه العابره البرسنتج باسنج على مخطط بياني، نخليه على المحور العمودي بقسمه تقسيم اعتيادي من 0 الى 100. نعم حجم الحبيبه وقياس الحبيبه نخليه على المحور الافقي بمقياس بمقياس لوغاريتمي. اذا المنحني او العلاقه راح تكون علاقه عباره عن سيمي لوغ بلوت او سيمي لوغ جراف، مخطط نصف لوغاريتم. مثل ما قلنا الاكس اكسس يمثل بريزنت ذا بارتكل سايز اللوغ سكيل، حجم الحبيبه بالنظام بالمقياس اللوغاريتمي بالمليمتر. الواي اكسس البرسنتج باسنج النسبه المئويه العابره، قياس اعتيادي وتدريج اعتيادي. اذا فروم جريدنج كيرف ذا فالونج داتا كان بي اوبتيد، من منحنى توزيع الحبيبي نحصل على اول شيء السويل جرين كومبوزيشن، تركيب الحبيبي للتربه شو تتكون؟ ايش قد نسبه مئويه قبل تطلع؟ ايش قد نسبه مئويه ساند؟ ايش قد نسبه مئويه سلت؟ ايش قد نسبه مئويه كلي؟ نعم عندنا الافكتف دايميتر العفو هنا مو ديبث، القطر الفعال نقصد به ل 10% عابر ول 30% عابر ول 60% عابر، اللي هو دي 10 دي 10% دي 50% عابر ودي 6 العفو دي 10% عابر دي 30% عابر ودي 60% عابر. ويتش ار يوز تستخدم هذه، ايش نقصد بالدي 10 ودي 30 ودي 60؟ هسه اوضح لكم اياها على المنحنى ان شاء الله من نجي نعطيكم مثال افضل تكون واضحه. من هذه الدي 10 والدي 60 والدي 30 والدي 60 نطلع عوامل او معاملات نحتاجها بتصنيف التربه اللي هو الكوفيشنت اوف يونيفورميتي، معامل الانتظام سي يو يساوي لنا دي 60 على دي 10، وعندنا كوفيشنت اوف كيرفجر معامل التحدب او كوفيشنت اوف جريدنج بعض المصادر تسميه اللي هو سي سب سي يساوي لنا دي سكوير 30 مقسوم على دي 10 في دي 60. نعم هذا قلت لك بالمثال ان شاء الله توضح او تتوضح شنو هي الدي 10 والدي 30 والدي 60. طبعا عندك سي يو وسي سي قلنا ار بيزكلي يوزد تو كلاسيفاي سويل. اذا السي سي اللي هو الكوفيشنت اوف كيرفيشر معامل التحدب، وسي يو كوفيشنت اوف يونيفورمتي معامل الانتظام تستخدم لتصنيف التربه واللي هي اكسبلينت ليتر. راح نستخدمها وبالاحرى نفصلها ونفهمها اكثر في الصفحات الجايه. وشكرا اولادنا.